السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا في السفر قابلت الإعلامي والناقد الأستاذ ياسر فضة، فقلت لازم أعمل معاه لقاء وأشوف رأيه في الدوري السعودي وهو بيشجع مين، وقال لي بصراحة إن هو بيشجع النصر السعودي. في البداية أنا عايزك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نشوف كلام الناقد والإعلامي الأستاذ ياسر فضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلامي الأستاذ ياسر فضة من الناس المتابعة لفريق النصر السعودي، صح كده؟ أكيد. النصر ولا الدوري السعودي بكعمة؟ والله متابعتي الأول، برحب بوجودي معاك شاعرنا الكبير وصديق العزيز الشاعر أكرم حسن، سعيد أني موجود معك النهاردة. إحنا أسعد بحضرتك، وأنا فوجئت أن أنت بتقولي أن أنا متابع مباريات النصر السعودي. بتابع مباراة النصر السعودي بسبب انتقال كريستيانو للنصر، لأن أنا من عشاق كريستيانو، وأنا من وجهة نظري كريستيانو أحسن لاعب في العالم. لعيب مجتهد، اشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، حصل معاه الفترة اللي فاتت مر بظروف صعبة جدا من خلال مانشستر يونايتد والوضع اللي كان بيحصل معاه، وحتى مع منتخب البرتغال، والراجل عارف يقف على رجليه لعند النهاردة، راجل هداف في الدوري السعودي، الراجل الأكثر صناعة للأهداف في الدوري السعودي. وصل تقريبا للهدف رقم 53 لهذا العام، يمكن هو اكتر لاعب تسجيل اهداف لهذا العام، يليه امبابي تقريبا 52 او هالاند. لسه ليه مباراه النهارده، لسه ليه مباراه النهارده، تمام، متوقع يحط فيها هدف مع التعاون، وهتكون مباراه قويه. فالراجل هذا بيوصل ل 39 سنه ومازال بهذا العطاء وهذه الحماسه الكبيره موجوده منه، لسه عنده شغف لاعب لسه بيبدا. تخيل انه لاعب، هو اكثر لاعب، يعني مش في لعيبه زي كريم بنزيما، لما نتكلم عن الدوري السعودي، تحس كريم بنزيما شبه كوره مش جاي يقدم حاجه جديده مع الاتحاد. لكن لاعب زي كريستيانو، لا، نسي ان هو كريستيانو، راجل بيشتغل على نفسه، وراجل مازال في الملعب، الراجل عايز يعمل حاجه، فاهم، تحس جواه عايز يحط هدف، عاوز يصنع، مش عاوز يطلع المباراه من غير هدف، من غير ما يكون صانع حاجه. فما يوصل ان هو هداف الدوري السعودي واكثر لاعب صانع للاهداف، لا، ده انجاز كبير لكريستيانو. يعني كريستيانو رونالدو هو نقله تاريخيه في الدوري السعودي. كريستيانو هو اللي فتح الباب للعيبة أوروبا للانتقال للسعودية. أعتقد طبعاً الإغراءات المالية أثرت بشكل كبير جداً على انتقال اللعيبة للسعودية. هيقول لك مثلاً دوري مش بقوة الدوريات، مش بقوة الدوري الإنجليزي أو الدوريات الأجنبية، نتكلم بشكل عام. بس كانت طبعاً هي مغرية، موضوع مقابل مادي كبير جداً ليها. تمام؟ بس اللي ساهم في هذه الجزئيه وانتقال عدد كبير جدا من اللعيبه بهذه الصوره، يمكن كان فعلا وجود كريستيانو رونالدو. انا دايما بقول كريستيانو في الكوره يشبه عمرو دياب في حته الفن او الطرب. عمرو لما بيعمل حاجه بيكون هو الدينامو او المحرك او الايقونه. فانا بعتبر كريستيانو لاعب ايقوني، وانتقاله للدوري السعودي فتح الباب امام نجوم الكره العالميه كلهم هتاكل الدوري السعودي. وانا عاوز اقول لك، انا وناس كتيره جدا بدات مشاهدتها للدوري السعودي بسبب كريستيانو، دي حقيقه. طب الدوري السعودي من وجهه نظرك ترتيبه كام عالميا دلوقتي؟ هم في ناس بتقول ان هو مصنف من الخمسه الكبرى على مستوى العالم. بص هقول لك حاجه، الدوري السعودي انا شايف في اتجاهه ليكون من اكبر خمس دوريات في العالم، بس هو لسه مش من اكبر خمس دوريات في العالم. تمام، بس انا شايف في نسبه مشاهده كبيره جدا للدوري السعودي، في اهتمام كبير جدا. بس يمكن الدوري السعودي ينقصه مثلا بعض الاشياء، يعني مثلا على سبيل المثال الماتش الاخير كان ما بين النصر والاتحاد، طبعا انتهى لصالح النصر 5-2، وطبعا كنت سعيد بالنتيجه دي طبعا، ولكن كان في مشاكل تحكيميه كبيره جدا. مش هقدر اقول لك حكم اللقاء على قد ما كان الفار فيه من الكلام ده كله. طب فحاسس ان في حاجه غريبه شويه بتحصل، ممكن تكون المباراه اكبر من الحكام. بالتاكيد بس المفروض في حاجه هنا بقى من ضمن المشاكل الاداريه في الدوري السعودي. انت النهارده عندك ملاعب وبنيه تحتيه قويه جدا جدا جدا. عندك قدره ماليه من خلال صندوق الاستثمار في مبالغ مليارات ضخم فيه. وتحول الموضوع في السعوديه مش موضوع كره قدم على قد ما هي بيزنس واستثمار، وده على فكره نجاح كبير. تمام، انا النهارده انا هعمل ايه النهارده بدوري بلعب من اجل كره القدم؟ ما عادش في حد بيلعب من اجل كره القدم. النهارده الموضوع بقى بيزنس. بجيب لاعب بكام، هيجيب لي كام، هسوقه ازاي، هبيع القميص بتاعه بكام، مشاهداتي قد ايه، فده كله النهارده اسعار طبعا، وده كله فلوس داخلالي، مش موضوع بصرف ومفيش مقابل، لا انا بصرف عشان عارف اجيب ضعف الرقم ده مره واثنين وثلاثه ازاي.
فهم اشتغلوا على الجزئيه دي كويس. ينقصهم النهارده انا شايف موضوع حته الناحيه التحكيميه. حاسس موقع الدوري السعودي شويه، بس هم متعاقدين تعاقدات كبيره جدا مع حكام كبار، بس برضه يعني والله ده حقيقي. بس انا شايف من اكبر نقطه ضعف في الدوري السعودي من وجهه نظري انا، ربما اكون صائب او مخطئ في هذه المساله، انا شايف يمكن من اكبر نقطه سلبيه او نقطه ضعف في الدوري السعودي هي موضوع التحكيم. ده وجهه نظري. يعني اخطاء تحكيميه كبيره جدا، في اخطاء تحكيميه كبيره بصراحه، وحسيت في زي دوري مصر عندنا بصراحه الكيل بمكيالين، بتشوف لعبه مع لاعب في نادي نفس اللعبه مع لاعب في نادي تاني، هنا تنحسب ولا ما تنحسبش؟ دي تبقى ضربه جزاء واضحه وانا اقول لك لا، ده طرد واضح وانا اقول لك لا. ده احنا بنعاني منه في الدوري المصري، وبقول يمكن ده من يعني معلش بما نتكلم على كوره، فالكوره كلها ملمسه ومفتحه في بعضها. انا دايما بشوف سبب انهيار الدوري المصري، ناس يقول لك دوري قوي يا جماعه، انا قوه هو عشان الاهلي كسب الاتحاد والاتحاد واقع بنغلب من طول الارض النهارده، هل ده معناه ان الدوري المصري قوي اقوى من الدوري السعودي؟ طبعا لا، الدوري السعودي بقى في حته واحنا بعيد قوي عن الدوري السعودي. طيب. احنا قدامنا يمكن عاوز اقول لك سنين وسنين وسنين عشان نرتقي نكون عندنا دوري قوي زي الدوري السعودي. دي حقيقه. طيب. انا راجل غيور على بلدي، كنت اتمنى الدوري المصري الاقي في يوم من الايام الدوري الرائد على مستوى المنطقه العربيه كلها وافريقيا، اتمنى كده كراجل مصري بحب بلدي. بس ايه اللي موقع الدوري المصري؟ معلش دخلنا في الدوري المصري، سوء التحكيم بشكل واضح، لجنه المسابقات احكام كلها جائره لصالح انديه بعينها، في تمييز في الوان عندنا، دي اللي عامل مشكله عندنا. فانا حاسس اشم هذه الرائحه تقترب من الدوري السعودي ودوري الشركات، الفرق الشركات الكبيره اللي في الدوري المصري. لا، هو دوري المصري المفروض يسموه دوري الشركات. كل حزب او كل شركه او كل رجل اعمال مستثمر بيجيب قرشين وبيضخهم ويعمل نادي. وبتلاقي للاسف النهارده عندنا زي ما بقول لك في مشكله المنظومه كلها اللي بتدير، مش عايز اقول لك اتحاد الكوره ولجنه المسابقات وده كله والتحكيم، بقى عندك مشكله كمان وازمه في المحللين والمعلقين. بتلاقي طبعا 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 تمييز كبير قوي في الالوان، بتلاقي معلق ما بينتمي لفريق، بتلاقي اي هجمه لصالح فريقه وانفعال وحماسه وكره بتبقى بينها وبين العارضه 3 4 يارده بره بعيده خالص، ونفس الكوره للاعب تاني كوره تبقى جميله جدا وكوره وطلعت بره. يا عم انت ايه؟ طيب انت راجل معلق، افضل فريق انك محايد. افضل فريق عجبك في الدوري السعودي؟ بص انا طبعا انا حابب الدوري، حابب قصدي فريق النصر طبعا عشان كريستيانو وبقدم كره جميله عجباني، ولكن برضو ما اقدرش اغفل ان الهلال لا عامل موسم رائع بصراحه. الهلال فيه انسجام في اللعيبه. بص اقول لك حاجه، هي مش موضوع بتجيب اسماء كبيره على قد ما بتكون الاسماء ديت هتفيدك ولا لا. يعني بجيب مثلا 3 4 لعيبه نجوم اسامي كبيره في مركز واحد، ولا اجيب كل مركز محتاج الاقي اجيب فيه لاعب كويس واللعبه ديت هتادي ومتجانسه متناغمه مع بعض ولا لا؟ ده انا شايفه موجود في الهلال، شايفه موجود في النصر. اما في الاتحاد لا، انا شايف اهتموا بالاسماء على حساب الناحيه الفنيه. طب الاهلي السعودي ولا مش متابعه؟ بص مش متابع الاهلي، اهلي جده قد كده بصراحه، بس انا شايف الصفقات ترتيب كويس مش وحش طبعا، بس شايف الصفقات اللي جايبينها صفقات قويه جدا. يعني رد المحرز انا شايفه اضافه كبيره طبعا لفريق الهلال ولاي فريق بالمناسبه، رد لاعب كبير ولاعب كبير جدا. لا شايف الهلال وضعه كويس في الدوري. مين اللي هياخد الدوري من وجهه نظرك؟ اتمنى النصر طبعا، ولكن انا شايف الهلال اقرب، مش عشان فرق السبع بونت، لا انا شايف الهلال مستوى ثابت، مستوى نفسه ثابت جدا، والفريق متجانس ومتناغم بطريقه قويه جدا، والفريق عنده تحس رغبه ان هو يعمل حاجه السنه دي. فانا شايف للاسف الاقرب لحسم لقب الدوري السعودي لهذا الموسم ارى الهلال، ولكن اتمنى طبعا النصر. انت تحب تقول حاجه ثانيه؟ والله اقول اتمنى كنا بدل ما نكون بنحلل الدوري السعودي وبنتكلم يا ترى الدوري السعودي من افضل 5 دوريات في العالم ولا لا، ولا داخل فين ترتيبه، كنت اتمنى الكلام ده كله تسالني عن رايك في الدوري المصري وشايف يكون من اقوى 5 دوريات في العالم ولا لا، ولا احنا فين، كنت اتمنى يكون الحوار ده على الدوري المصري. بس انا شايف ان احنا بعيد جدا وهنفضل بعيد جدا، مش بسبب امكانيات ماديه، لا مصر قويه وفي امكانيات كبيره، بس بسبب فساد منظومه كره القدم المصريه والتحيز الاعمى لصالح نادي او ناديين بعينهم
وده جه على حساب الانديه الشعبيه الكبيره وعلى راسهم النادي الجماهيري صاحب اكبر تالي الشعبيه شاء ما شاء ابا من ابا نادي الاسماعيلي طبعا. فالانديه الجماهيريه في مصر للاسف في حاله اندثار. اتمنى يكون في قرار من وزاره الشباب والرياضه والدوله طرع او وزاره الرياضه والدوله طرع على الانديه الجماهيريه الكبيره زي الاسماعيلي والمصري والاتحاد ونحافظ عليها وندعمها عشان الدوري عمره ما يكون دوري من غير جماهير. معلش انديه الشركات بتقل مدرجات فاضيه، فين الانتماء وفين تشجيع الجماهير؟ مفيش. فاللي انا اتمنى فيه طبعا الدوري السعودي دوري قوي، وانا فرحان كعربي ان عندي دوري عربي بهذا المستوى ودوري بينافس الدوريات العالميه النهارده، وارد السنه الجايه او اللي بعدها او اللي بعدها نلاقيه من اقوى 5 دوريات في العالم، ويمكن ترتيبه كمان يكون متقدم عن كده. ارى ممكن يحصل الكلام ده لو عالجوا بعض الاخطاء. برضه اتمنى الدوري المصري بتاعي اشوفه بشكل افضل واحسن وما يقلش على الدوري السعودي حاجه. الناقد والإعلامي الأستاذ ياسر فضة، في النهاية أنا بشكرك ويا رب يجمعنا دايما على خير بإذن الله. حبيبي شعرنا الجميل والمدرب الخام المتميز والمحلل الجيد للدوري السعودي، أنا اللي بشكرك على وجودي معك حبيبي يا أستاذ أكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي.